احنا عملنا معسكر 3 ايام، لعبنا فيه مباراتين مع سموحه، نادي الاولمبي احتضر فلعبنا المباراتين. الحمد لله كان المكاسب مكاسب كبيره جدا، كنا 17 بنت باستثناء ساره مغربي كانت بتكمل العلاج وعندها جلسات. 17 بنت لعبوا في المباراتين، دي حاجه بالنسبه لي كويسه، الناس كلها شاركت. اطمنت على كل البنات. الحاجه الثانيه كان معايا 4 تحت 18 سنه لعبوا بشكل كويس وظهروا بمستوى يعني صراحه مؤثر وباين. والله بالنسبه للبطوله العربيه انا شايف هتبقى دي اعداد كويس جدا جدا للبنات. البنات محتاجه ماتشات دوليه ومحتاجه مباريات واحتكاك كتير عشان سنهم صغير، فانا شايف ان دي ان شاء الله لو كان عندنا فرصه والنادي وافق ان احنا نسافر هتكون اعداد كويس جدا للبنات، ناخد خبرات واحتكاك، وان شاء الله برضو في منافسه على البطوله بقوه ان شاء الله لو في نصيب ان احنا نشارك. يعني البنات مركزين ومنتظمين جدا، عملنا فتره اعداد كويسه جدا وادوا المباريات بشكل كويس. انا بطلب منهم مزيد من التركيز والاصرار والالتزام اكتر واكتر، لان خلاص احنا هنلعب يوم 29 اول بطوله، بطوله منطقه القاهره، فدي هتبقى بدايه ان شاء الله اعداد برضو ان شاء الله دوري المرتبط. فاتمنى ان شاء الله ان يبقى في اصرار على المكسب ويبقى عندنا شخصيه البطل اللي احنا بنتكلم عليها من السنه اللي فاتت، ان شاء الله السنه دي يحصدوا كل البطولات ان شاء الله، ده هدفنا جهاز ولاعبات باذن الله. الحمد لله البنات كويسه جدا، ما في اصاباتنا قليله قوي، وده نتيجه ان احنا دايما بنقول الاسترتشات مهمه جدا قبل وبعد التمرين، وبعد التمرين اهم من قبل التمرين عشان ده بنقلل الاصابات بيه. لازم نقول لهم ياكلوا كويس جدا والاكل يكون هيلثي، لازم حاجات يشربوا سوائل كتير، يشربوا حاجات فيها فيتامين سي كتير، الحاجات دي مهمه جدا جدا عشان نمنع مزق العضلات، لان هم بيعملوا مجهود عالي قوي، وكابتن ايهاب بيمرن بطريقه يعني فيها شده جامده جدا عشان يحمل عليهم جامد. مفيش الحمد لله اصابات قليله قوي، مفيش غير ساره مغربي بس عندها انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه، والحمد لله بدا تاهيل بقى لها شهر ونص وخلاص، هي الحمد لله بقت كويسه، مفيش ان شاء الله هي هتنزل على السبت الجاي باذن الله. عملنا لها برنامج تاهيلي في الجيم وبتنزل تعمل تمارين في حمام السباحه، وان شاء الله هتنزل يوم السبت. طبعا كابتن ايهاب عمل معانا فتره اعداد كويسه قوي لحد دلوقتي، وطبعا احنا عملنا ماتشات وديه علشان نبدا نصلح في الاخطاء بدري بدري، لان خلاص احنا الماتشات هتبدا 30/9، فاحنا عملنا ماتشات وديه كتير وكده عشان نعرف المشاكل بتاعتنا فين عشان نلحق نعالجها قبل الدوري والمنطقه وكده، والحمد لله ماشيين كويس. يعني بقول لهم طبعا يعني شدوا حيلهم عشان كابتن ايهاب فعلا مديهم فرصه كبيره قوي، وفعلا فرصه ما بتجيش كتير، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويبقوا معانا على طول. يعني باذن الله 3 بطولات ان شاء الله السيزون ده، ويعني لو ربنا كرمنا وطلعنا البطوله العربيه نعمل فيها حاجه كويسه يعني ان شاء الله. نتمرن كل يوم، نتمرن 3 ساعات وممكن نتمرن صبح وبالليل، بندخل يوم جيم ويوم تراك، وبنتمرن في الرمله، يعني بنعمل فتره اعداد كويسه عشان نقدر نكمل السيزون ده من غير اصابات، ونفضل واقفين على رجلينا ونبقى فيتنس بتاعنا كويس من اول السيزون للاخر، نقدر نكمل بقيه الماتشات ما نتعبش، ولو ما عندنا ماتشات كتيره ورا بعض وكده. الثلاثيه نكسب ان شاء الله 3 بطولات، واحتمال لو دخلنا بطوله عربيه فبرضه نكسبها ونبقى واخدين. السنه اللي فاتت ان شاء الله الحمد لله خدنا 2 من 3، السنه دي ان شاء الله ناخد 3 من 3. استفدنا كتير قوي ان احنا بنشوف اخطائنا ايه وايه اللي المفروض نعمله او كده، بالذات من اخر ماتشين لعبنا سموحه في اسكندريه، وده يعتبر يعني اهم ماتشين وديين هنلعبهم قبل الموسم. سموحه فرقه قويه السنه دي، وهي دي اللي يعتبر بننافسها، فكان حاجه كويسه ان احنا هنبدا معاهم يعني ماتشات وديه. يا رب ان شاء الله نحقق السنه دي بقى الثلاثيه ان شاء الله. خلتنا ناخد خطوه قدام عشان نبدا الموسم، بنتعود على بعض، في ناس جديده صغيرين طالعين معانا اول سنه يلعبوا معانا، فالماتشات الوديه بتخلينا ناخد على بعض اكتر، نبقى عارفين مين بيلعب ازاي وافكار بعض. يعني بنتمنى يعني الثلاثيه ان شاء الله،
ولو رحنا البطوله العربيه لا ناويين نركز فيها نجيب مركز، يعني احنا اول سنه نروحها بس ان شاء الله نجيب مركز فيها. بيبقى في تمرينات من بري سيزون، بس احنا كنا في منتخب، احنا هم الفرقه بدات من شهر 7 تمرينات وماتشات وديه بدني وتراك وجيم وكل حاجه، وان شاء الله ان شاء الله احنا بطوله المنطقه خلاص اول شهر 10 ان شاء الله احنا مستعدين ليها. يعني احنا بنلعب وبعد اللعب بنتفرج على الفيلم، يعني بنتفرج على الماتش تاني والكابتن بيقطعه لنا وبنشوف ايه اخطائنا وبنحاول في الماتشات اللي بعد كده ما نعملش نفس الاخطاء.